يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم برحب بيكم في أنا وبيتي. بعد حلقة الأسبوع اللي فات جالي سؤال من شاب والحقيقة استغربت السؤال قوي بيقول لي هو أنتوا يعني من أنهي نوع من البرامج؟ أنتوا البرامج اللي مع الستات ولا مع الرجالة؟ في الحقيقة أنا من غرابة السؤال سألت نفسي كده هو ليه الجمهور بيتعامل مع البرامج الأسرية بفكرة إنه البرنامج يا يبقى مع الستات وضد الرجالة طول الوقت يا مع الرجالة وضد الستات طول الوقت. والحقيقه سريعا ما توصلت كده للاجابه لانه الناس فكرت كده او التفكير ده ساد بين الناس الايام الاخيره بسبب انه في موجه جديده من المحتوى اللي بيقدم المحتوى ده طول الوقت يا مع الست القوية اللي ممكن تصل لدرجة الست المتسلطة اللي محدش مالي يعنيها أو مع الراجل السيد وأن الست اللي معاه تبقى ست مقهورة والحقيقة ده خلاني أفتخر جدا 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 بالمحتوى اللي بيقدم في أنا وبيتي لإن هنا في أنا وبيتي إحنا بنقدم محتوى بيحترم قوام الأسرة اللي فيها زوج وزوجة متعاونين، مسؤولين، متحابين، ليهم حقوق وعليهم واجبات، الأسرة اللي فيها الراجل ملزم بدوره والست ملزمة بدورها بمنتهى الحب والاحترام والاحترام وخلي بالكم من الكلمة دي، الأسرة اللي ما فيهاش الراجل السيد وكل حاجة مجابة حواليه هو ما بيعملش حاجة وكلمته بس هي اللي تمشي ولا فيها الست يعني ضعيفة ومقهورة ومتاخد حقها ولا فيها الست المتسلطة قوية الشخصية اللي محدش يقدر يقف قدامها الحقيقة إنه نجاح الأسرة قائم على التكافؤ بين الاثنين بمنتهى الحب والاحترام ما فيش أسرة هتنجح وهي مبنية على أنقاض نفسية زوجة متدمرة ولا نفسية زوج ضعيف الشخصية عشان كده بقول لكم بلاش تسمعوا للمحتوى اللي بيفخم في الراجل ويعظم فيه على حساب الست ولا اللي بيفخم في الست على حساب الراجل طول الوقت لانه الاثنين جانبهم الصواب والاثنين خطا بشكل واضح وصريح لان هي مش حرب وخصوصا بقى كلامي للبنات اللي بياخدوا من المحتوى ده مثل اعلى وقدوه ليهم خلوا بالكم الكلام ده ما بيعمرش بيوت بالعكس الكلام ده بيخرب البيوت وبلاش نعمل شير ولايك على كلام غريب بيرسخ في اذهاننا مفاهيم مغلوطه عن طبيعه العلاقه ما بين الراجل والست حكموا عقلكم وخلوا بالكم انتم بتتفرجوا عليه والحقيقه يعني تباعا بقى مع فكره السوشيال ميديا وتاثيرها والمحتوى الغريب اللي بقى بيقدم اللي يا مع الست او مع الراجل بشكل يعني ماشي في خط مستقيم كده جالي فكره انه احنا ليه ما نعملش حلقه عن الترتيبات اللي بتبقى قبل الفرح فناس تقول لي ايه الترتيبات اللي قبل الفرح ما الترتيبات اللي قبل الفرح كلنا عارفينها لا هو في خلافات كتير بتترتب على فكره الترتيبات في ناس كتير تبقى متفاهمه طول فتره الخطوبه لكن تيجي قبل الفرح كده باسبوعين ثلاثه وتبتدي الخلافات تشتد ليه علشان انا نفسي فرحي والترتيبات اللي قبل فرحي تبقى شبه اللي انا بشوفهم على السوشيال ميديا تبقى شبه أصحابي تبقى شبه الناس اللي بيطلعوا في البرامج يقولوا الفرح بيبقى شكله كذا واللي قبل الفرح بنعمل فوتو سيشن شكله كذا وشعر شكل شعرك لازم يبقى كذا والفستان اللي بتلبسيه لازم يبقى موضة السنة وهكذا من تفاصيل كتيرة أوي بتتعمل قبل الفرح طبعا ده عامل هوس عند البنات وطبعا الشباب بيواجهوا مشكله كبيره في الحكايه دي بقى تفاصيل تانية ليها علاقه بفرش الشقه وليها علاقه بالتجهيزات اللي قبل الفرح وليها علاقه بنفسيه العروسين قبل الفرح وحياتهم الروحيه ودي تقريبا اخر حاجه احنا بنفكر فيها اخر حاجه ممكن الاثنين يفكروا فيها قبل الفرح انه ازاي هنعد حياتنا الروحيه للحياه الجديده اللي احنا هنعيشها ازاي هنعد حياتنا آه في الفترة اللي جاية دي ازاي هنقدر نتعايش واحنا الاتنين مختلفين عن بعض ازاي هنبتدي نكون بيت وهنعيش فيه مع بعض التفاصيل دي احنا بنتناساها تماما وبنتخانق بقى على حاجات تانية كتير ده هيكون موضوعنا النهاردة مع نيافة الحبر الجليل الأمبابولا وتران مطران طنطا وكل توابعها والحقيقة أنا بشكركم على متابعتكم لينا وعلى كل التفاصيل اللي انتوا كتبتوها تحت البوست اللي نزلناه على صفحتنا أنا وبيتي كل رأي كتبتوه النهاردة هنقراه لأن آرائكم جميلة وبتضيف للحلقة فاصل ونبتدي مع حضراتكم خليكم معانا. أرحب بحضراتكم معانا مرة تانية في أنا وبيتي. كل بنت وكل شاب فرحهم قرب اعتقد ان الحلقه دي هتكون مهمه جدا بالنسبه لهم لاننا مش بنتكلم بس على المشاكل اللي ممكن تواجهنا في عفش الشقه والترتيبات وفرش الشقه والحاجات دي لكن كمان هنتكلم على ترتيب العلاقات ما بيننا وما بين بعض قبل فترة الجواز إزاي نعد نفسنا بشكل نفسي إزاي نعد نفسنا بشكل روحي إزاي نكون متوافقين إزاي يعني نتجنب المشاكل اللي ممكن تحصل من الناس اللي حوالينا لأنه غالبا اللي بيعمل المشاكل في الفترة دي مش الاتنين مع بعض لأنه خلاص يعني بيكونوا متوافقين بنسبة كبيرة ومنقيين كل حاجة مع بعض ومتفقين على كل حاجة لكن اللي حواليهم بقى سواء كانت الحما، سواء كانت الاخت، سواء كان الاخ، الاب، كل واحد بيبقى ليه رؤيه معينه في الفتره اللي جايه دي في شكل الفرح، في ترتيبات الفرح، فمن هنا بتقوم المشاكل. ازاي بقى نتجنب ده وازاي نعدي الفتره دي على خير؟ ده موضوع حلقتنا النهارده <applause> مع نيافه الحبر الجليل الانبا بولا مطران طنطا وكل توابعها منورنا يا سيدنا. <applause> موضوع النهارده موضوع يعني انا بعتقد انه مهم بنسبه كبيره للناس اللي خلاص داخلين على الجواز. واللي هيمروا بالتفاصيل اللي احنا هنحكيها النهارده فباستاذن يافتك كده اكتر حاجه بشوفها بتعمل مشاكل قبل الفرح فكره اننا هنفرش الشقه ومين بقى يجي معانا وقت الفرش ومن حق مامته تشوف حاجتي ولا مش من حقها ومن حق اخته تفتح دولابي ولا مش من حقها وازاي العروسه تمتص المشاكل دي انا نفسي يسمعوا لنا بصي انا موضوع العرش والفرش هو من اكبر الموضوعات اللي بتاخد حيز كبير من التفكير والمناقشات وفي كثير من الاحيان الاختلافات مم. والموضوع ما بيبداش من لحظه فرش البيت ما قبل ما قبل يعني بنبدا نختلف في الاتفاقات انت تجيب ايه وهي تجيب ايه وده بيضغط وده بيضغط وبعدين ننتقل من هنا بعد ما يتفقوا على الاتفاقات الاختلاف في الاذواق هنروح نشتري كل واحد عاوز يحط رؤيته وذوقه في الاختيار نخش في مشكله في المحلات ولا المصانع اللي بنشتري منها بسبب اختلاف الاذواق ننتقل من ده الى الاختلاف على الاسعار لا احنا اتفقنا على السعر ده من سنه انما السعر ده من سنه كان يجيب كذا دلوقتي ما بيجيبش يبقى لازم تجيب اللي اتفقنا عليه شكلا وحجما مش سعرا ونخش في اختلاف من نوع جديد. وممكن نفاجئ في الاخر مشكله كبيره بعدم التزام احد الاطراف مم. لان الاتفاقات كانت فوق طاقته وهو مش قادر يسدد اللي كان مطلوب منه. وخصوصا اليومين دول بقى. اه طبعا. مم. طيب نحط حلول للمرحله دي بسرعه قبل ما نخش على الفرق. اول حاجه وسبق وقلنا وكررنا الاتفاقات تفصيلا تبقى مكتوبه. وإن لم يكن وإن لم تكن الفرصة أن كتابتها في محضر الخطوبة على الأقل تتكتب في شيء ملحق والعيلتين بيقعدوا ويتفقوا كتابة عشان الكتابة بتعطي شيء من الالتزام م. ومع الكتابة وإحنا بنكتب بنكتشف تفاصيل ما كانتش موجودة وإحنا بنفكر كده بصورة نظرية شفوية النقطة الثانية نفسي واحنا بنتفق نراعي الاتي. اولا نراعي امكانيات الطرف الاخر. يقدر ولا ما يقدرش؟ وارجوكم ما تضغطوش. ما هو يا اما هو مش هيلتزم ان فوق طاقته يا اما هيستدين يا اما هيجيب لكم الكم دون الجدوى الجوده. صح. وترجعوا تقولوا ده جاب السرير وقع والدولاب اتفكك، طب ما هو انتوا قلتوا له اوضه كذا وشعرها كذا ومش قادر برضو هنا الاتفاق تراعي المتغيرات السريعة في الأسعار وخصوصا في الزمن ده طبعا يعني احنا بنتكلم النهاردة الاتفاقات اللي من شهر النهاردة يبدأ في, النهار في بعد طبعًا. شهرين م. فبرضو هنراعي ده أرجو في نفس الوقت في الزمن ده نراعي الفرش البسيط نراعي ان احنا نتفق على الاساسيات وتترك الكماليات ليهم هما الاثنين او للهدايا. وده حنخش فيه بشيء من التفاصيل. هنا الحقيقه عايز اقول لكم الفرش من اللي برجع لذوق العروسه. الرجاله ما يزعلوش مني. ربنا مد المراه حته لمسه كده في الذوق فبرضه لو اختلفنا يغلب راي العروسه. حطها قاعده عشان نبقى فاهمين اتفهموا اه انما اختلفتوا تختلفوا ليه؟ اللي هتقوله هي اللي هتعمله. صح. وبعدين هنا يراعى ايضا الاحجام الصغيره احنا ليه دايما غاويين نجيب حاجات كبيره؟ مش خارف. او نجيب حاجات مش هنستخدمها. عايز اقول لكم حاجه غريبه جدا انا بلف العالم كله. الاحجام الكبيره يا اما صناعه مصريه يا اما صناعه صينيه. يعني انا وانا في امريكا مثلا قاعد في مكان ولقيت الكراسي بالك كده اقول له من الصين. لان مش هتبقى جايه من مصر يعني في امريكا. وهنا في مصر غاويين الاحجام. مع ان الظروف الحياتيه بقت صعبه ومساحات الشقه بقت اقل ارجوكوا خليكم عمليين في الاختيار هتوفروا فلوس وهتوفروا مساحات ما تبقوش بتعدوا كده ما بين الاجزاء بتاع الفرش بالعافيه يعني. دي ملاحظات عامه. هننتقل اتفقوا جابوا خلاص ونخش للقصه بتاعت حضرتك تتكلمي فيها موضوع الفرش. عايز اقول للكبار ما تصدروش مشاكلكم للصغار. بمعنى بمعنى العروسين ما بيختلفوش على الفرش. م. الاختلاف ربنا يسامحهم الحماوات. ده صحيح يا ستي وانت اللي هتقعدي في البيت الولد والبنت اللي هيعيشوا ليه انتوا حاطين يعني وبعدين عاوز اسال والدته على سبيل المثال الحصري يعني انت عاوزه تروح تفرش مش كده ومش رايحه لوحدك ليه وبغض بناتك وزوجات ولادك ليه هو انت رايحين تفرش ولا رايحين تتفرجوا لا انا رايحين نتفرج طبعا طب وده اصول الهدف فرش ولا فرجة طبعا عشان تتفرجوا على حاجة العروسة مش هتقبل الكلام ده وإن كانت العروسة مش موجودة والدتها مش هتقبل الكلام ده فنختلف عشان كده اسمحي لي أنا حاطط شوية مبادئ صغيرة كده نراعيها أولا أن يكون الفرش قبل الإكليل بفترة كافية ما نجيش كده على آخر وقت نقول نفرش ليه؟ قدامنا فرصة لو حصل يعني مشدات حد يصفي المشاعر ما تبقاش قبل الجواز بيوم الدنيا ولعت لو يعني اللي اتفرش مش عاجب العروسة تقدر يعني في فرصة تعدله في نفس الوقت ده يفيدنا في حاجة تانية خالص إن أنا حفرش الفرش الأساسي يحضره من يحضر ولكن قبلها بمد وبعدين نيجي بقى المرحله الثانيه الفرش النهائي الحاجات يعني الفرش بقى. النهائي مم. الكماليات المفروشات راس الدواليب راس الحاجه في المطبخ ومالي والده العريس ولا بناتها ولا اي حد ريليتد ليه ليه دور في القصه دي ماما احضري زي ما انت عايزه الدراع تحط فين والسرير يتحط فين وده عمليه بفتره قبلها انما يوم بقى وضع الستاير وضع المفارش الدولاب يترس المطبخ يتع... يتوضب ده مش شغل اهل العريس نهائيا بتعرف يا سيدنا انه حتى وضع العفش يعني الدولاب يتحط فين السرير يتحط فين الناس بتختلف عليه ما هو عشان كده قلت بدري شويه بدري شويه ليه اولا الفرش عموما المراه هي اللي لها الدور الزوجه بالاكتر هو رايها اللي يغلب هي اللي قاعده في البيت اطول وقت هي اللي هتتعامل مع اجزاء البيت ده اكتر من غيرها ومع ذلك عشان ما نعملش مشكله يعني هو انتم بتحرموني افرح لابني لا يا ست افرحي بس افرشي بدري حط الموبيليا بدري نظفه بعد الموبيليا وتعبي وكتر خيرك انك بتتعبي انما عند الفرش النهائي ده دور العروسه او من تختاره يقوم بالشغل انا دي بدلها قولا واحدا بوضوح وما نقعدش نزايد ولا هنزعل ده ولا زعل ده طيب لو العروسه في بيت عيله ايوه وطبعا بيت العيله ده هي كل تحركاتها مرصوده يعني هي طالعه فوق تفرش معروف عند حماتها وعند اخوات جوزها ان هي طالعه تفرش فاللي بيطلع وراها هي هتتعامل ازاي لانه بيت العيله مختلف شويه عن اي مكان تاني أه هقول نفس القصه لو هم حضراتهم عاوزين يطلعوا معاها تفضلوا اقعدوا في الانتريه بره انا مش هتخش اوضه النوم يا بترصها خلينا واضحين وده ما يزعلش ما يزعلش واللي بيزعل ده بيبقى غاوي زعل انا عايز اقول ل... لوالدته اوعي تقبل على بنتك غير كده يوم ما تجوزي بنتك برضو بنتك هي اللي ترص حاجتها وبنتك ما تجيش حماتها تخش اوضه النوم تساعدها في الراس ولا تخش المطبخ تحط الخلاط فين ولا ال... مش دور ام العريس دي ابدا لو سمحتوا دي مبادئ عامه لو طلعوا وراها اتفضلوا ونكون مجهز لهم حاجه نقدمها ويقعدوا في الأنتريه معززين مكرمين لا يا طنط ما تتعبيش وتخش وما تتكسفش وتقفل باب اوضتها ومعاها مامتها وترص الحاجه أم بابولا قال سيدنا اللي انا بحسم <applause> الامور عشان ما يبقاش في انا مبسوطه بده سيدنا ان احنا حاسمين لانه الأمور العايمة في المشاكل اللي شبه دي فعلا بتكبر المواضيع قبل الفرح والاثنين بيبقوا واقفين في الكنيسة مش طايقين بعض، طب ليه نعمل كده أصلا يعني؟ بصي حبيبتي أحيانا بتبقى العروسة عايزة تفاجئ عريسها بحاجات، عايزة يعني بتبقى عندها شوية كده حاجات خاصة واخدة سرية خاصة م. ترتيب أوضتها وترتيب مطبخها تحب تعمله ما تحبش حد يخش فيه أرجوك احترموا خصوصيتها طيب لو العروسة اتحطت في موقف شبه ده فعليا ازاي تقدر تحتوي الموقف بهدوء من غير ما تعمل مشاكل يعني لو حصل لانه في برضو زي ما يفتك عارف في امهات متسلطه يعني هو مش عايز يزعل مامته وهي مش عايز تعمل مشاكل قبل الفرح تعمل ايه تتصرف ازاي بدون ما ما بس اللي مش عايز يزعل مامته ده انا قلقان منه شويه ابن مامته ده بيقلقني ابن مامته اللي هيجامل مامته على حساب الاصول مقلق مهمه الجمله دي تاني ابن مامته اللي هيجامل مامته على حساب الاصول يقلقني طول العمر ابن مامته ما يقدرش يقول لمامته لا ومامته هتتدخل وبعد شويه مامته لانها في البيت هيبقى معاها مفتاح الشقه انا بكلمك اللي بيحصل صح اشبعنا حبيبي عاوز تبقى قوي مع امراتك بالاكثر قوتك دي تحمي زوجتك او عروستك او خطيبتك من اهلك في تدخلاتهم بخصوص انت وزوجتك دي بقيتوا واحد والاولويه ليها والحمايه ليها هايل الكلام ده وحاسم وصريح طيب احنا مرحله الفرش دي عدت احنا واحنا بنعمل الفرش وبنرتب الشقه بنعمل حاجات تاني بقى ليها علاقه بتفاصيل يوم الفرح اللي هي بنحجز بقى الفستان وبنحجز الكوافير والمكار والمصور والتفاصيل اللطيفه اللي بتفرح كل بنت وكل بنت عايزه فرحها يبقى مبهر زي اللي بتشوفه على السوشيال ميديا إحنا عايزين يا سيدنا نغير الثقافة دي، ليه لازم يبقى فرحي مبهر الإبهار اللي يخلي كل الناس اللي تحضر تقول ما حضرناش فرح زي فرح فلانة؟ طب أنا قبل الإبهار عاوز أقول حاجة لطيفة مم. مين اللي بيدفع الفستان وال العريس. بس هي دي المشكلة. مم. أنت هتدفع الفستان والكوافير و و و الطلبات للسما فوق. عايزه اغير الثقافه دي هو ده يا جماعه مين قال ان هو اللي يجيب الفستان وهو اللي يجيب يروح يحجز الكوافير و... <applause> هي تدفع <applause> حتى لو هو هيساهم بحاجات تانية اكتر مش عايزه اقول ان يافتك الكونترول عاملين فرح فيه بسبب كلمه يافتك لا انا بقول لكم جد. <applause> جد يعني عايزه اقول لك انا ممكن اكلف العريس بحاجات تانية زياده انما عند الرفايه دي اللي تخصها <applause> تخص جمالها ولبسها وشياكتها هي اللي تدفع يعني نيافتك دلوقتي بتقول انه الفستان والماكير والكوافير والحاجات دي كلها العروسه تدفع مع العريس لا هي اللي تدفع بس بس لا, لا يا سيد لا, لا <applause> استني بقى استني بس عليا صدقيني يا نانسي لو ده اتعمل هتقتصد جدا وهتقلل الصرف في الحاجات اللي بتاخد ارقام ومش هتقول زي فلان اللي راحت عند كوافير الفلاني الاسم الفلاني كل ده هيتلغى ومش هنقول الفستان الموديل فلاني لو هنشتري جديد ولو بنقارن بين الشراء والايجار تقول له ليه يا حبيبي ده ايجار وشيك جدا ما دام هي اللي هتدفع انا ما بقولش ان انا احملها فوق طاقتها انما بقول اللي كان هيدفعه للكوافير و و و يدفعه في حاجات تانيه اكلفه بيها في حاجات تانيه بس الحاجات اللي خاصة بيها دي لو هي اللي هتدفعها الموضوع هيختلف تماما انا يا جماعة بعالج الموضوع هيزعلوا قوي <applause> انا بعالج الموضوع علاج جذري من يعني من اصوله مم. اللي ليه طلباتها كتير في ده؟ هو اللي هيدفع ولا حتى ينفع اننا نتشارك ما هو برضه انا لو هدفع جزء من الفلوس هبقى حريصة اني ما ادفعش جزء لو هي تجيب حاجتها الموضوع هيتحل اكتر فكروا في كده انا عايز اغير الثقافه نتشارك بقى في كل ما هو متبقي مم. بمعنى نتشارك في القاع بس نسبة وتناسب بمعنى أنا مش هجيب مية وهم يجيبوا خمسين وارفع النص آه. فالقاع نتناسب فيها أنت عاوز تجيب يا حبيبي مية هات مية بس حصتك هي حصة الربعمية وأنا حستي هي حست حصة الخمسين إنما مناصفة ويقول أصل أنا أصدقائي ومعارفي أنت هتجامل أصدقائك ومعارفك على سبيل حتة بقى الورد حتة التصوير بمناصفة أنا بغير الأسلوب شوية الحاجة اللي ما فيش واحد فيهم هيغالي فيها مناصفة الحاجة اللي هو مش هيتمتع بيها أكتر من غيره لا كل واحد نسبته طب ما انا هقول لنيافتك يا سيدنا جرى العرف انه الخطوبه بكل تفاصيلها العروسه هي اللي بتصرف عليها يعني العريس هو ده اللي موجود في المجتمع لا ما عادش الكلام ده دلوقتي برضه بقى مناصفه بالعكس ده يعني العروسه بالمكياج بالشعر بالفستان بالشعر 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 هي اللي بتعمله لنفسها على حسابها الشعر والفستان لحد هي عاوزه تبقى شيك اكتر من لازم نعملها ايه؟ انا مش هحسب حق البنات دلوقتي مش هينفع كده فعشان كده عشان الستات في الخطوبه بيدفعوا فالرجاله في الفرح بيدفعوا هو ده اللي بيحصل. لا انا هقول لك انا احنا بحلل المشكله اقتصاديا فعلا. بنخش في مشكله كبيره جدا وقت فك الخطوبه. اذا كانت العروسه هي اللي تحملت الخطوبه. آه. آه. انما لما بنقول كلفه الخطوبه والاكليل مناصفه او بنسبه وتناسب لعدم عدد الحضور. يبقى هو شارك بنسبته في الخطوبة وهي شاركت بنسبتها في الخطوبة أنا بقى مقابل الكوفير واللبس ولا آخره ده هو هيساهم بحاجة تانية هنقول دورك أنت هنقول مثلا أنت دورك هي على لبسها وحاجتها وأنت عليك التصوير مثلا بس أنا عايز الحاجة اللي هتلبسها وتعملها مع نفسها هي اللي تدفع دلوقتي بترسخ ل, ل... ل... لفكر جديد ومختلف قد يقابل حاليا بالاستغراب لان احنا متعودين طول عمرنا على كده حاجه تقليديه اه يعني دي دي ح... عشان بس الناس تبقى فاهمه معانا انه سيدنا بيطرح فكر مختلف آه مفروض ان احنا نتبعه في الفتره المقبله انه يا جماعه على اقل تقدير لو مش هنتشارك يبقى خلاص انت ممكن تجيب حاجات ثانيه وانا هشيل الحاجات دي ده ده راي سيدنا يعني. اه طبعا ننشي الحاجه اللي هي بت... عايزه تبقى مبهرة في لبسها ومظهرها أنا لما أقولها دي عليكي هتجيب حاجة مبهرة من غير مكلفة مم. الإبهار نسبة وتناسب يعني ما هو في إبهار شياكة ببساطة وفي شياكة بتكلفة طبعا فلما هي تعرف اللي هتدفع خلاص أنا معنى يفتك جدا لأنه كمان هي التفاصيل بقت تفاصيل مخيفة يعني لما اجيب ماكير معرفش اعرفش بكام الف والشعر بكم الف لازم احجز اوضه في فندق علشان اخد الفوتو سيشن وبعدين لازم الفستان بتاعي في ناس ممكن تجيب اتنين فستان عشان يغيروا فيه اه بالظبط كده فتفاصيل اليوم هي ميزانيه ميزانيه مضلعة يعني ميزانيه كبيره جدا وبيبقوا نفسهم يعملوا ده وحاسين ان هم عملوا حاجات قليله علشان ما عملوش الحاجات دي هو مش ده الطبيعي اصلا يعني انا بشوف ان مش ده الطبيعي انه يتعمل بصي حبيبتي للاسف بنبص لفوق ما نبصش لمستوانا مم. او نبص على السوشيال ميديا في الكلام الغير واقعي بالظبط او بنقلد اصحابنا اللي امكانياتهم غير امكانياتنا انا عايز اقول لابني وبنتي حاجه قوي انا عايز تبقوا يونيك مختلفين ما تقلدوش اعملوا حاجه مختلفه اعملوا حاجه كاولاد ربنا ينقلدوا لولاد ربنا عملوا ايه اعملوا حاجة قولوا ان احنا بدل ما ندفع في الهيسة دي كلها بدل الاسبوع اللي هنتفسح فيه نعملوا اسبوعين تتمتعوا انتوا بالفلوس انتوا الاثنين انا ما بقولكوش اختصدوا انتوا معاكم فلوس انا بقول لكم وفروا الفلوس دي ليكم انتوا الاثنين اعملوا بحاجة حاجه لمصلحتكم الاثنين افرحوا بيها انتوا الاثنين وفكره الفكره السائده دلوقتي من الشباب اللي طالع جديد انه بلاش نعمل فرح كبير قوي ونروح نسافر في حته حلوه نتفسح ونقعد مده اطول الحكمه على الأقل هم لما طولوا المدة لوحدهم قدروا ينفصلوا عن المجتمع كله وقدروا يتع... يتعايشوا مع بعض ويفهموا بعض ويقربوا من بعض يعني أنا مع أن هم يطولوا برة أحسن من أنهم يصرفوا كتير ويعملوا المظهر ده اللي بيستهلك كله في ليلة ده حقيقي أنا عايز أقول لك حاجة ناسي خطيرة يعني يعني مثلا لما بيقول لك ريسبشن ما قبل ولو انا لسه عاوز اتكلم على الكنيسه من جوه انما موضوع الريسبشن بقت في مبالغات. بقت في مبالغات من جهه عدد الحضور. بقت في مبالغات من جهه الفقرات اللي موجوده، المحتوى اللي موجود. بقت في مبالغات في كم ونوع الاكل ومعذره في بعض المستويات والشرب. طبعا. والكلام ده كله على حساب روحياتنا وعلى حساب مادياتنا وعلى حساب سلامنا. اللي بيحصل ايه يا ناس كل الناس اللي حاضرين دول ولا واحد مش هيطلع ينتقد طبعا اوعوا تفتكروا مهما عملته كله طالع مبسوط كله طالع بيعلق على السلبيات كطبيعه مجتمع انتوا ليه حاطين نفسكوا على مسرح والناس تتفرج عليكم وتعمل مقارنات وتنتقد نقطة تانية نيجي نلاقيها في موضوع الريسبشن على فكرة 60 70% من حفلات ما بعد الإكليل تنتهي بمشاكل. هقولها تاني. 60 70% من حفلات ما بعد الإكليل تنتهي بمشاكل. من ضمن المشاكل مين قعد فين؟ امم توزيع الترابيزات تقعد عليها أسبوع و10 أيام صدام. مين يق... ده متخاصمين معانا وإزاي يقعدوا معانا؟ لا ده قرايبي ولازم دول معارفي صدام في دي ولو دخلنا في فقرات غير مسيحية أو غير روحية واحد جاب رقاصة عايز أقول لك واحد ما ما كملش الفرح بعد توثيقه بسبب الرقاصة اللي جابوه معقول؟ هي شايفاه مش معاها نهائي وهيتهبل على الستيه دي انا بكلمكم حصل تخيل العروسه قامت وسابت كل ده وجريت طلعت بره وركبت اي حد بالعربيه وهربت قالت لك ده عينه مش عارف ايه يا جماعه بعد ما كنتوا في السماء طايرين جوه الكنيسه في اكليل تنزلوا لهذا المستوى يا جماعه ارجوكم بمحبه اقول لكم احنا لنا احتفالنا الروحي لنا احتفالنا السماوي لنا احتفالنا الكنسي العالم ملوش احتفال عشان الاشهار والاعلان ان في جواز فانتم مصرين انكم تجمعوا ما بين احتفال السماء واحتفال الارض ما بين احتفال الكنيسه واحتفال العالم النتيجه اصطدام ويمكن بعض الناس يا سيدنا بتشوف الحكايه دي على انه وجاهه اجتماعيه يعني انا فلان الفلاني عمل لبنته ازاي انا ما عملش لبنتي يعني احنا مش بخل عشان خاطر ما نعملش لبننا انا عملت لبنتي انا اكلت الف فقير فكره حلوه انا عملت لبنتي اللي يرضي ربنا انا عملت لبنتي انها تفرح ان هي بسببها تم ترميم 20 بيت واحد فقير اعمل ده انا عملت لبنتي حفلتنا صغيره بس عملت خيمه كبيره جبت 200 فقير حطيت لهم احسن اكل واكل وروحوا مكاننا احنا صغير ومكانهم هو مجاور في اكل راقي جدا للناس الفقراء دول يا جماعه فكروا في ارضاء الله وفي كسب محبه ربنا بكسب الفقير فكره حلوه جدا فكره حلوه جدا تقول انا مختلف انا عملت حاجه مختلفه وعلى فكره حيث انهم طول عمرهم شاعرين شعر بمنتهى السعاده انهم اطعموا فقير في يوم فرحه فكروا يا جماعه فكروا في افكار ترد ربنا وترضي الناس الناس الفقراء الغلابه في وسط الغلا ده اما اقول انا حدي 500 جنيه ولا اكتر او على حسب امكانياتك ل 50 اسره فقيره يوم فرح ابني ولا بنتي اللي كنت هصرفه على المئات أصرف صرفت على العشرات وده اديته لكم أسرة فقيرة اعملوا فكر جديد اسلوب جديد فرحوا قلب ربنا عشان يفرح قلب أولاد كل اتنين طيب احنا بقى خلاص ماشي مش هنعمل الريسبشن ومش هنعمل الحفلة الكبيرة لكن يا سيدنا ما أنا نفسي الكنيسة شكلها يبقى حلو ومبهر وحط ورد وزينة و... ويبقى فيه تفاصيل كده تحسسني طب قبل ما أخش دي حاضر آه. بس قبل ما أعمل ده انا عايز الكنيسه تف... انا يعني على فكره نانسي قبل ما انسى انا عاوز يمكن قلتها قبل كده اقدم جزيل شكري لنيافه الحبر الجليل الانبا بنيامين مطران المنوفيه قدر مع اولاده بغض النظر عن الاسلوب يلزمهم ان هو بعد الاكليل ما فيش ريسبشن الحفلات الـ صاخبه دي مش موجوده في المنوفيه عمل ايه ما عملش ايه انا في الاخر اب ولاده خدعوا له انا اتمنى نعمل ده مع توفير البديل بمعنى اتمنى ان الكنائس اللي بتصرف كتير دي تعمل قاعات شيك قوي مجهزه بمطابخ تجاريه كبيره يقدروا يقدموا لاولادهم في حضن مكان كنسي يبقى ريسبشن في الاطار المسيح اللي يوفر لهم يعني. في نفس الوقت نفس فرق الكورال اللي موجوده يبقى في فرق بروفيشنال متخصصين ده شغلتهم يبقى بلبس مفرح وموسيقى مبهجه يعملوا لنا ترانيم اتمنى الفرق الموسيقيه بقى في دلوقتي عدد من الفرق للمرنمين بتا... انا المرنم فلان ده بقى لقب دلوقتي يعملوا لنا حاجات زي كده بحيث يشغلوا جزء من وقت اولادنا بس بحاجه مبهجه بموسيقى مبهجه نعمل بدائل وعلى فكره في الوسط ال... الاجتماعي المتوسط غالبيه الشعب هيعوز ده بس يتعمل له يتوفر له بشكل شيك ووفرنا له فلوس ووفرنا له مناخ روحي انا حضرت ريسبشنيت زمان قوي من عشرين او اكتر من عشرين سنه في احنا دول بعيده عن مصر وقعدوا معايا الخدام قالوا احنا ريسبشن اللي حضروا. قالوا لا انت اللي هتقول هنعمل ايه فيه عايز اقول لك اغلب كهنه المنطقه كانوا حاضرين وكانت كلمات روحيه مبهجه وفيها برزنتيشن لطيف عن العروس والعريس من طفولتهم لحد ما وصلوا وفي فرق مرنمين كانت مبهجة ولطيفة جدا اتعملت وتوضبت قبلها باربع خمس ست شهور فكان شيء مميز جدا كان طبعا لازم العريس ده يبقى قسيس طب. يعني طبعا أما <applause> فرحه كان كده نفسي في حاجة نفسي الأباء الكهنة اسمحوا لي أبائي دايما إحنا بنطلبكم بما هو أكتر من غيركم نفس الاباء الكهنه في جوازات بناتهم واولادهم يعملوا كده ده. مم. هيبقوا قدوه باسركم قدموا قدوه للمجتمع نفس يا ابونا وامين خدمه وانت في خدمتك اشتغل على الخدمات الصغيرين والخدام الصغيرين من صغرهم هيئهم لده ان الخدام والخدمات دول هيعملوا شيء مختلف في يوم الفرح بتاعهم لو بيت ابونا عمل ده وبالتالي بقى ال... بناتنا واولادنا الخدام بيعملوا زي اولاد ابونا. عايز اقول لك ده طيار بيسري وبسرعه وينتشف وسط طبعا محتمل. لانه كمان هم لو تع... يعني لو عملوا ده بشكل شيك حتى البنات والشباب اللي بيتفرجوا على السوشيال ميديا وبيقارنوا ما بين ده وما بين ده لما يلاقوا ان درجه الشياكه متقاربه وانه هنعمل اللي نفسنا فيه وهنتصور صور حلوه وهتبقى ذكريات حلوه هيعملوا ده. لا ده عكس ده يا لما بيتصور فيديو ويتحط على السوشيال ميديا بتبقى فضايح اه للاسف يعني. ابونا مع زوجته اللي بيرقصوا في وسط اللي بيرقصوا انا بقول وقائع للاسف يا اباء المقربين يا ابناء المحبين قداما وخادمات اعملوا شيء مختلف قدموا المسيح للناس من خلال حياتكم وخاصه في افراحكم طيب نروح بقى للكنيسه وزينه الكنيسه انا بحب الورد الطبيعي فانا نفسي الكنيسه كلها من اولها لاخرها كده يا سيدنا تبقى الممر كله ورد طبيعي عشان وانا بتصور وانا داخله يبقى كاني ملكه كده راي نيافتك ايه الملكه في الكنيسه هي العذراء. اوعى ملكه في الكنيسه <applause> عشان الصوره تكمل اكتر حط ورد ولازم نجيب سلوتيب كده من اللي بيبقع كويس قوي لازم بيبقع يعني ونلزقه على الحاجز بتاع الكنيسة البستاني ده كويس ولازم نثبت الورد على حامل أيقونات كويس عشان الورد مش ماشي مع الأيقونات اللي موجودة دي مش, مش ماشي مع بعض يعني طبعا مهمة قوي والعروسة داخلة الملكة دي إن شاء الله يعني الأطفال مسكين السبات الورد وعمالين يرموا الورد قدامها عشان تمشي على الورد. ما تمشيش على السجاد يعني. <applause> كل ده يعني احتفاء بالملكة اللي داخلها يعني. طبعًا. إيه رأيك في القصة دي؟ يعني؟ أنا عارفة رأي يفتك. لا هو إيه أوف. لكرامة بيت الله. طبعًا طبعًا. بصي يا زينة الكنيسة زينة سماوية. مجرد دخولي من باب الكنيسة أنا طالع للسماء. مجرد دخولي وانا مقبل على حامل ايقونات شايف السماء مفتوحه قدامي بقديسيها وملائكتها مجرد انا ببص يمين وشمال بشوف الكنيسه المنتصره معلقه من خلال ايقونات على الجنبين وكنيستنا القبطيه كنيسه جميله بايقوناتها وغنيه بايقوناتها وغنيه جدا بزخارفها يعني متب... مش هتلاقي جدار في كنيسه قبطيه ما فيهوش زخارف نباتيه مختلفه آه... شيء رائع ليه احاول اجمل السماوي بارضي اسال تاني ليه اجمل السماوي بارضي هقول ان يفتك سبب مم. هو عدم الفهم مش اكتر يعني انا فهم. لما كنت في سن البنات وهم بيتجوزوا انا برضو كنت بفكر زيهم انا عايزه الكنيسه تتزين ويمكن انا اتخانقت خناقه بقى في الموضوع ده انه لا انا عايزه زينه معينه وعايزه شكلها معين بس انا كنت صغيره ومعنديش الفكر اللي نيفتك بتتكلم بيه ده لما كبرت فهمت انه الزينه ملهاش لازمه في الواقع الامر ملهاش لازمه وحتى شكلا ما هيش اللي هتبقى مبهج البنات مش فاهمين او بيقلدوا وهم مش عارفين ايه يعني لما احط ورد في الكنيسه ايه اللي هيفرق ايه المشكله انا غطيت على الزينه السماويه بزينه ارضيه ومع ذلك ما هو برضو احنا يا جماعه لازم نعمل بدائل وجود البدائل المبهجه اللي تخلي ولادنا لا ما تحطوش حاجه تداروا على الجمال اللي حاطينه ده م. انا قلت قبل كده وهقولها تاني عشان اللي ما سمعناش قبل كده انا من نوع اللي خطط لبيت شويه وهيا ولادنا في طنطا لقبول المتغيرات اللي هتحصل وانتهز لحظات كده ممكن تساعدني في ده جينا مع بداية كورونا فعلا كان مش ها... مفيش تعاملات مع غرب داخلين وخارجين وقيل وقتها وكان في تخويف للناس بزياده قوي في الوقت ده قيل وقتها إن ممكن الورود والزهور اللي داخله دي ممكن تحمل عدوى لكورونا وكنا بنقول بعمليات تطهير الكنيسه كل يوم والثاني والحمامات يعني كان في فعلا رعب م. من كورونا في ذلك الوقت انا قلت في ظروف كورونا فيش ورد حرصا على اولادك طب ما كورونا انتهت ما فيش ورد واللي اتجوزوا في وقت كورونا وما عملوش ورد ما حصلهمش حاجة حاجه مش حاجه, مش حاجة. ها؟ بس وانا بقى بمهد مع اولادنا في اللي انا هعمله بدات قلت انا هعمل مقصوره كده لطيفه ورا العروسين شيك وعلى فكره يمكن انتوا ما خدتوش بالكم من حاجه انا قعدت اصور الديكورات أيوه الموجوده أيوه أيوه. دي ده حقيقي كان الهدف منها ان هاخد من فكرها صحيح ما, ما استاذنتش مهندسه الديكور وقتها سيدنا الديكور ان انا يعني ممكن اعمل خلفيه مم. بزخارف من الحاجات اللطيفه اللي معموله على فكره من اروع ما يكون الاستوديو عندكم يعني وبعدين لما يبقى في خلفيه زخرفية لطيفه واضاءه لطيفه فيها وفي النص ما بين كرسي العروسين والكرسيين كراسي رشيقه لطيفه مش حاجه بالكي كده ضخمه مم. والهدف انها رشيقه لطيفه ايه؟ ان المساحه الخلفيه ما تتغطاش بحجم الكرسيين صح وورا ولادنا جوه المقصوره الجميله دي السيد المسيح مدد ايده كده حاضن العروسين تخيل المنظر ده واحنا طول ما بنصلي وهم قاعدين او واقفين بيتصوروا ايه الجمال ده؟ ايه الابهار ده؟ جمال روحي ابهار إيه روحي وبعدين عشان ولادنا يعيش الموضوع بدات اجيب النجار ويجيب لي المراحل اللي بيشتغلها واسال الشعب في العزه الاسبوعيه يوم الجمعه بعد الظهر ايه رايكم نعدل في ايه نضيف ايه بقى الشعب شريك في التصميم فهيحبه حبه, حبه. احنا خلصنا القصه وهنعمم على كل كنيس برشا طب احنا عايزين بقى اول ما ده ي... ي... يعني يحصل ويتم وخلاص تبقى جاهزه عايزين نتفرج عايزين نصور لكم فيديو اه لازم نشوفه عشان نوري كل الناس ونوري كمان كل الكنائس انه ده متاح و... و... وينفع يعني جمال الكنيسه بهاء الكنيسه السماء الارضيه والارض السماويه ليه نقعد نعمل كل ده ونحط حاجات ارضيه جوه الكنيسه خلي ده للقاعه بتاعتك حط انت عايش احنا عندنا ازمه فهم أزمة إنه إحنا نتواصل مع الأجيال الجديدة ونفهمهم الصح من الغلط بدون ما نحسسهم إنه لازم تعمل كده، لا أنت افهم وأنت أكيد من نفسك هتعمل كده. ما بالظبط، وده اللي يافتك بتعمله شركة الفكر، ناخد وندي مع بعض. ده حقيقي. إحنا سيدنا يعني نزلنا سؤال على السوشيال ميديا قلنا أو سألنا الناس. ايه أكتر المشاكل اللي بتواجهكم في ترتيبات ما قبل الفرح، الفترة القصيرة اللي قبل الإكيل؟ وجالنا تعليقات كتير بس خلي قوي. خلي بالك انا زعلت البنات كتير النهارده على حكايه الفستان ده. يعني. <applause> هو لو هيعملوا كده فعلا زي ما يافتك طرحت هو يدفع حاجه ثانيه وهي تجيب الفستان بالظبط ساعتها مفيش حاجه تزعل يعني هو احنا مش هنخلي مسؤوليه العريس لا بالعكس احنا هنزود له اعباء اضافيه وهي الحاجات اللي نفسها فيها تبقى عارفه ان هي اللي هتعملها او ملزمه بيها ده اكيد هيوفر كتير بس ده محتاج يعني اعاده تشكيل للثقافه اللي موجوده حاليا. طيب أه سلوى ظريف بتقول سلام ونعمه يا سيدنا ربنا يمتعك بالصحه ويديمك نعمه في حياتنا سلام للمذيعه المتالقه دوما حبيبتنا استاذه نانسي ربنا يخليك ربنا يخليك طبعا بدايه لازم نكون عارفين ان الفتره اللي قبل الاكليل بتكون فتره ضغط عصبي ونفسي ومادي لان كل طرف اتفق مع الاخر على شيء عاوز يلتزم بيه في حين انه احيانا الاسعار بتكون غليت وبالتالي الموضوع بيكون حمل ثقيل على الطرفين حاجه تانية بنلاقي قبل الفرح في مشاكل بسبب المظاهر هنعمل في كنيسه ايه ودي افضل من دي وهكذا والتصوير وزينه الكنيسه القاعه اللي بعد الكنيسه عدد المعزومين نوع الاكل حجز الكوافير سياره الزفه وموديلها ايوه انا نسيتها دي سياره الزفه ومدلها وهكذا من الامور المرتبطه بالمظاهر كل دي ممكن تكون سبب في اختلاف وجهات النظر واحيانا بتسبب المشاكل كذلك المجهود بس على يعني قاطعك بنتنا اللطيفه اللي بتفتح حاجات كتير دي العربيه الزفه دي بينشف العروسه <applause> شفه يا الناس في الكنيسه يا لسه ما في الكنيسه لا ده لازم عرباته تبقى 6 متر يا سيدنا عشان ما حدش يقول حاجة اشكال والوان والهامر دلوقتي بيعملوا ستريتش واشكال اشكال أه؟ والوان بالظبط احنا بنقلد مين وليه والاسراف ده ليه؟ يا حبايبي اذا كنت تملك شركه وراس مالك بعشرات الملايين ربنا يبارك لك هاتلي انت انما كنت زي حالاتك زي حالاتنا كده في الطبقه المتوسطه اوعى تفكر في الكلام ده خالص ده حقيقي وفر الحاجات دي ما هو اهم صح ويا بنتي اوعى تطلبوا منه كده اطلبوا منه حاجات تانية اكثر اهميه ايوه صح العربيه خلاص ما هي اي عربيه هتقضي الغرض حد شافها بالظبط هما ماشيين فيها في الطريق حد يعرف فين جوه العربيه لا <applause> وعند الكنيسه الناس جوه الكنيسه كانت بتبقى حاجه لطيفه زمان بتحصل انه الصحاب بيسلفوا بعض العربيات ما بقاش يحصل دلوقتي يعني الوقت لازم تبقى على الشركات بتاع السياحه اللي بتوفر اعباء جديده بلا داعي صحيح هي بتقول كمان المجهود الشاق اللي بيتكبده العروسان في اخر فتره آه طبعاً قبل الفرح جميلة. من مشتريات ومشاوير ممكن تتسبب في ضيق الخلق ووجود المشاكل ايضا تاخر وصول او تسليم الاساس في الموعد المتفق عليه مع المعرض ايضا ممكن يوم الفرش الشقه يطرق المشاكل من يعني تحصل مشكله من لا شيء انا عايز اقول لاولادنا بس الاتفاقات في المبلية رتب ميعاد قبلها بفترة طويلة قبلها بفترة هو ما بيلتزمش أبدا صحيح فأنت قول له في مارس وأنت فرحك في ستة بالظبط ما تقولوش فرح في ستة هتقول في خمسة هيجيب في سبعة صح هي بتقول مهم جدا إننا نصلي من أجل حياتنا الجديدة وإن المسيح يكون هو قائد البيت عشان كده لازم نقدم بعض التنازلات عشان الدنيا تمشي واختلاف وجهات النظر آه ما يكبرش المشكله واحيانا بتصل لفك الخطبه بعد حجز كل شيء واخيرا بشكركم جدا جدا على البرنامج فوق الرائع اللي بننتظره كل اسبوع بلهفه وبنستفاد من حكمه وتعليم سيدنا نيافه الانبابوله شكرا جدا جدا جدا, جدا يا سلوى يعني رسالتك رائعه <applause> لا في شموليه ما صلات الموضوع آه منال كمال بتقول سلام ونعمه على احلى برنامج واروع سيدنا ونانسي الغالي علينا الف شكر شكرا ليكم كتير عشان حاسين بمشاكلنا وبتتعبوا معانا في حلها اه انا لسه ما ارتبطتش بس حاطه كل كلمه بتقولوها قدامي عشان اللي جاي شكرا عشان انتوا في حياتنا وفي اول الخطوبه بيكونوا العروسين فرحانين ببعض والعريس بيقول انا هعمل واعمل بسبب الزنقه في الفلوس في قرب الفرح في حاجات بيتخلى عنها بسبب ظروفه يعني غصب عنه هي ممكن ما تتفهمش الظروف وتفسخ الخطوبه وساعات اهل العروسه ما يكونوش حابين العريس والعكس بيتلككوا له على اتفه الاسباب وبيخلوا الطرفين يفسخوا وغيرها كتير بس ما الاهل موافقين بالحاله بحاله العريس الماديه لازم يقدروا ده وما يطلبوش حاجات زياده اما العريس لازم يكون قد كل كلمه قالها ويقولها على اللي في امكانياته وفي اي لحظه ممكن تتفسخ ده ممكن قبل الاكليل بيوم ربنا يعوض تعبكم ومحبتكم وتنوروا حياتنا كده على طول ويخليكم لينا ميرسي يا منال ربنا يخليكي كيرولوس وروفانا بيقول: نقابل يا سيدنا بنحبك كتير وبحبك جدا يا استاذه نانسي ميرسي قوي. الفتره القصيره بيبقى ضغط عصبي جامد من العريس والعروسه وبيبقى المشاكل وقت الفرش وحجز الكوافير والميك اب وساعات طرف من الاتنين بيخل بالاتفاق في الوقت الاخير ممكن جدا. ديدي بتقول ممكن يكون في اختلاف وجهات النظر مش مشاكل بالمعنى الحرفي لانه في حين حدوث مشكله بتبقى بدايه مش مبشره. ناتجة عن عدم تفاهم وعدم حب وعدم تقدير لظروف الطرف الآخر فيفضل من الأول أنه ما يحصلش هذا الزواج آه هبة بتقول أن العروسة بتكون عايزة الفستان والفرح والبوفي وكمان العريس لو أمكن آه نسخة من فرح بنت خالتها أو أحسن حتى لو ظروف خطيبها لا تسمح كلامك برضو في منطق مستحيل اه ميخائيل بيقول مشكله العند بالنسبه للعروسه كل همها تعمل فرحها احلى من صاحبتها او قريبتها وهو بيقول كده ويتحرق العريس عادي المهم فرحي احلى من فرح اصحابي هو فعلا في بعض البنات بتفكر كده آه روماني وجيه بيقول من اهم المشاكل اللي بتحصل انهي كنيسه نعمل فيها الاكليل لما يكونوا من نفس البلد الفستان وسعره وانهي قاعه يتعمل فيها الفرح بعد الاكليل وتدخل اهل العريس في فرش الشقه بس المشاكل دي بتفوت لما الاثنين يكونوا عايزين بعض ده حقيقه سيدنا يعني وجود الاثنين في حياه بعض او انهم عايزين بعض ممكن يكون ده يعني سبب يخلي الدنيا تهدى شويه ام رماني بتقول ليه مش بيتعد؟ حاضر هنحاول يعني يكون في معاد اعاده آه سامح زاهر بيقول يا ريت التركيز على تحقيق وصايا الكنيسه بين الطرفين والاخلال بها يبطل العقد الوصايا لازم تتطبق وكل كلمة في صلاة الإكليل لازم تتنفس بين الطرفين والإخلال بالوصايا يبطل العقد مش مجرد تأدية واجب ودفع فلوس وخلاص ركزوا من فضلكم على الأخلاق والوصايا وسيبوا الأرضيات والشكليات ركزوا في إقامة أسرة صح المشاكل الأخلاقية أكتر من مادية بكتير والتربية المسيحية السليمة طيب ناخد برضو تعليق تاني انجي سمير بتقول مساء الخير الاعلاميه المميزه نانسي انا بحب حضرتك جدا الف شكر يا انجي وسلامي لسيدنا يافت الحبر الجليل امبا بولا الموسوعه الكبيره انا من وجهه نظري طول ما في تفاهم وحب مش ممكن تحصل اي مشكله لان طول ما الاثنين بيحبوا بعض وفي تفاهم بينهم هيقدروا يتغلبوا على اي مشكله مهما كانت ما احنا قلنا انه المشاكل مش دايما بيبقوا هم السبب فيها اللي حواليهم هم اللي ممكن يبقوا آه السبب هاخد اخر تعليق محي بيقول من أهم المشاكل هي الفستان وحفل ما بعد الإكليل أي الفندق أو القاعة وعدد المدعوين والوجبة المقدمة ليهم ويمكن أهل العروسة يتفشخروا على العريس ولازم تعمل وتعمل وتعمل وفي تعليقات تانية كتير بس للأسف عشان الوقت ما, ما يضعش كويس إن إحنا كل ده إحنا غطناه بالضبط بقى. نقطة بقى مهمة يا سيدنا إحنا استعدينا وفرشنا الشقة وحجزنا الميكب وعملنا شعرنا كل الحاجات اللطيفة دي احنا يعني حياتنا الروحيه بقى دي يعني نستعد لها ازاي وازاي يعني اتنين هيبقوا عايشين في بيت واحد كل واحد ليه عادات وتقاليد وطقوس مختلفه في علاقته مع ربنا الاتنين يبقوا مع بعض كده ازاي؟ بس انا بشكرك عفو لانه الحقيقه احنا بنهتم بكل شيء اعداد المكان واعداد القاعات واعداد الكنيسه ونقف عند اعداد النفوس م. اولا ان لم يبني الرب البيت فباطل تعب البناون فلازم ابقى فاهم انا عايز ولادنا العروسين دول قبلها بخمس ست ايام يهدوا شويه يخلصوا كل امورهم بدري وفي الخمس ست ايام دول في فتره هدوء اقرا حاجه ادرس حاجه في هدوء اقرا ما يتعلق بالزواج ما عنديش مانع انما اقرا في انجيلك شويه واهم من ده وده تصفيه حسابك مع ربنا من خلال سر الاعتراف كتير من الاباء ينصحوا اولادهم يقول لازم تتناول قبل الإكليل. وفي بعض الطوائف بيناولوهم اثناء الاكليل ايه الهدف من التناول مم. اه الهدف من التناول الثبات في المسيح من التناول من ياكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وانا فيه مم. والتناول بيعطيني كل قوة روحية يقول الكتاب بيقول من يأكل أن مش حول كده يحيا يعني أنا بتت... ربنا بيديك نعمة خاصة إنك تعيش حياة مقدسة إنما التناول له هدف آخر إن أنا عشان أتقدم للتناول يسبقه الاستعداد الروحي يسبقه التوبة يسبقه الاعتراف عشان كده أنا أناشد ولادي المخطوبين قبل الإقليل ببضعة أيام أو حاسب نفسك عن كل ما مضى ربما في شوائب في حياتك ماضية قبل الارتباط وربما في شوائب حاضرة في فترة الخطوبة من فضلك كل ده صفيه قبل ما تخش على الجواز على فكرة انت لو عدت اعتراف وصفيت حساباتك مع ربنا وبندم ندمت عن كل ما مضى انت بتبقى داخل الجواز ده ولا دريان بكل المهاترات اللي حواليك. انت في ملء السلام. لانك سلامك خدته من ربنا في سر الاعتراف. وثباتك خدته من ربنا في سر التناول. فنصيحتي لاولادي وبناتي من فضلكم اول حاجه اهتموا بيها لازم وقت كافي قبل قبل الاكليل تعترفوا وتتناولوا. والاثنين شجعوا بعض على كده. ويبداوا الاثنين لو اختاروا اب اعتراف واحد هيبقى احسن للمرحله المستقبلة انما على الاقل في روح لاب اعترافك يا تروح لاب اعتراف الحاجه الثانيه اللي انا عايز اقولها لاولادي انت ليه وانت جوه الاكليل وده هنخش في تفاصيل كثيره فيما بعد مشغول بالصور ومشغول باللي حواليك من فضلك من فضلك انشغلوا بربنا في وقت الاكليل احنا في لحظات مقدسة جدا ده اللي بيحصل للأسف ننتظر العمل الإلهي اللي حيوحدنا احنا الاثنين ببعض احنا في لحظات مقدسة جدا في قراءات مختارة بدقة شديدة جدا لو ركزنا عليها أثناء أثناء طقس الإكليل هتبقى ده بالنسبة لنا نور لحياتنا في المستقبل أنا أحيانا ألاقي البولس بيتقري من افسس 5 ده من اقوى اجزاء الكتاب المقدس اللي بتتكلم عن الزوجين او الكتاب المقدس بيتكلم من متى 19 من اقوى تعاليم المسيح حول الزواج واولادنا مشغولين يا اما بالصور يا اما هقول حاجه غريبه شويه الاباء الكهنه ما مني عندي مشكله مع الاباء الكهنه ننسي في الاكاليل أبونا جاي يجامل مش يبارك أبونا جاي يثبت حضور مش يدي بركة فتلاقي أبونا جاي خمس دقايق وعاوز يروح يقف جنب العروسين ياخد صورة إثبات حضور وأحيانا ألاقي أبونا والاتنين بيضحكوا بصوت عالي في نكتة اتقالت يعني ده في الوقت ممكن الإنجيل بيتقري أو البولس بتقلي أو في صلوات بتتصلي طب يا ابونا انت من فضلك احنا عايزين ولادي يركزوا مع اللي بيتقرا واللي بيتصلى انا عايزك يا حبيبي حتى لو حد هيشغلك اعمل له بايدك كده بس ركز مع الصلوات شارك ابونا في الصلوات على فكره الصلوات الاكليل منتهى العمق وفي اغلبها بطلب من ربنا ان يدوا نقاوه للزوجين وفي اغلبها بطلب من ربنا ان يدوا وحدانيه للزوجين ركز يا حبيبي مع الصلاه هيئ نفسك لهذا الارتباط هذا المستقبل انت حبيبي مستقبلك كله بيتحدد في الساعه دي انفصل عن الكل حتى تتحد بالواحد اللي هو المسيح في طقس الاكليل عشان تكمل حياتك مع المسيح. الجزء ده مهم جدا و ناس كتير للاسف بتقع في الغلطه دي انه احنا بنهتم اكتر باننا نصنع ذكريات يعني نلتفت للصور وللحاجات اللي تعمل لنا ذكريات لكن فوق الامر بنخرج من الاكي مش فاكرين اصلا اللي حصل في اليوم ده فدي غلطه كبيره اتمنى أن نكون يعني تداركناها او هنتداركها وعشان كده احنا قلنا انه الحلقه دي مهمه جدا لاي اتنين خلاص مقبلين على الجواز وانشالهم بعد كده في انا بعمله في طنطا يعني اناشد الاباء الحقيقه انا لما بحضر اكليل بقول عايزة كده حوالي 10 12 دقيقه في الاكليل بنقل الاولاد دول نقله تانية عشان يعيشوا الحدث وبحط اهم التوجيهات في هذه اللحظه قدام اولادنا فبينفصلوا عن الصور وعن الحضور وعن وبيعيشوا وابقى حريص ان انا موجه كلامي ليهم وبصص لهم هما كمان بيبقوا منصتين ومركزين جدا على اللي بيتقال حلو حلو يا ريت الاباء يعملوا دي علشان يدوا بصمه روحيه وتركيز روحي لاولادنا اثناء حقيقي طيب احنا كده خلصنا موضوع حلقتنا النهارده الحلقه اللي بعد الجايه عندنا بقى حلقه مهمه جدا عن طقس صلاه الاكليل وبعتقد كده انه من الحاجات القليله قوي اللي بتعرض على الشاشات انه يكون في شرح تفصيلي زي اللي هيحصل في الحلقه دي فارجو حضراتكم تتابعونا لانها حلقه مهمه جدا وتفاصيلها مهمه جدا عشان نبقى حاضرين حتى فاهمين. اتمنى ان احنا نبدا تفاصيلها من بره الكنيسه. اه هنبتدي من بره الكنيسه بس احنا الحلقه دي مش بس بنقدمها للعروسين لكن كمان لكل الناس اللي بتحضر الاكاليل وبتبقى قاعده او واقفه مش فاهمه هو ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيتقال، بنقوله ليه. كل ده هنعرفه في حلقه الاسبوع بعد القادم باذن ربنا باذن سماح ربنا ان شاء الله استأذن يافتك هنخرج لفاصل ونرجع بقى ناخد مجموعه من المشكلات ونرجع لحضراتكم مره تانية خليكم ورانا 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 اتفضل <applause> مرحبا بحضراتكم معنا مره ثانيه في انا وبيتي برحب ان يفتك معنا يا سيدنا منورنا في هذه الحلقه الشائكه <applause> احنا خلصنا الجزء الاول هندخل بقى على مجموعه من المشاكل عشان برضو نلحق نخلص الكم الهائل والرهيب اللي عندنا من المشكلات احنا معانا تليفون ولا اخد رساله طيب اه في رساله يا سيدنا من ابونا بتقول كنت عايزه اسال سيدنا نيافه أم بابولا لو واحد عمل ملف بطلان زواج لاكتشافه مرض مزمن عند زوجته من قبل الزواج وهو لا يعلم وقبل ان يصدر قرار يصدر قرار المجلس الاكليريكي يصدر يعني حصل على حكم طلاق من المحكمه حيث قام المحامي بالحصول على شهاده تغيير مله للطائفه الانجيليه وهو ما زال على عقيدته الارثوذكسيه وينتظر قرار المجلس الاكليريكي رأيني يفتكي شوفي ده احنا بنفصل ما بين المدخل القانوني امام القضاء لفصل الزوجين وما بين سبب التصريح. أحيانًا اللجوء للقضاء بندور على الطريق الأسهل. صحيح. فقد يكون تغيير الملة في القانون الحالي يعني و خلع أو طلاق بالإرادة المنفردة وفقًا للشريعة الإسلامية هو ده حل. وهم لا غيروا ملة ولا راحوا طائفة تانية ده كله شكلي. قد يكون دول أسهل من هو يلجأ ويقول إن زوجته أخطأت ويحاول يثبت خطأها. وشوشره على بناته و و فاحنا ما بنبصش على الاسباب اللي ادت الى حكم المحكمه في التصريح انما بنبص على جوهر المشكله ونشوف ايه الاسباب اللي تعطينا الحق في التصريح بالزواج تمام فبنقول في غش يبقى بطلان زواج للغش يبقى تصريح زواج مفتوح للشخص اللي هو عانى او اتظلم تعرض للغش وتصريح زواج مشروط للغش انه ما يتجوزش تاني الا من الشخص اللي يعرف ظروفه السابقه ففصلنا ما بين حكم المحكمه اسباب ما ننجح اللي خالص ده سند بس بنستند اليه في التصريح بناء على حكم المحكمه الصادر محكمه كذا بتاريخ كذا بس فهو ابونا بيقول في غش يبقى البطلان الزواج هيخش للغش تمام طيب آه في رساله ثانيه بتقول يا سيدنا استاذنك عندي سؤال مش لاقي اجابه مقنعه احنا اتربينا على تعاليم الكنيسه والاصوام والخدمات ودي نعمه بنشكر ربنا اننا اتولدنا في بيت بيقدر الكنيسه والصلاه لكن الغريب اننا دلوقتي لما بقينا في سن جواز حسينا بالرفض من كل اللي حوالينا وحسينا ان كل الخدام مثلا اللي في الكنيسه بيدوروا على البنات الاوبن مايند شويه هي غلطتنا اننا دايما بنحاول نعمل الصح ونعمل التصرف الموزون العاقل اللي مضايقني في الموضوع اني بدات احس اننا فعلا مقفلين مع اننا ممكن نقف ونتكلم ونهزر بس كله في الحدود المطلوبه استاذنك لو تفيديني باجابه حقيقيه وهبقى شاكره جدا لو السؤال ده اتقدم للانبا في البرنامج عشان محتاجه اعرف احنا صح ولا غلط وليه بنحس بالرفض شوفي يا بنتي اوعى تتنازلي عن قيمك عشان ترضي اشخاص ويعني وي يتقدموا ليكي اوعي انما في نفس الوقت راجعي نفسك بمعنى ايه؟ لن اتنازل عن قيمي انما هل انا ابدو انسانا متزمتا في التعامل مع الاخرين؟ هل ابدو انسانا انطوائيا في التعامل مع الاخرين؟ هل افتقد للعلاقات الاجتماعيه؟ هل افتقد لروح المرح؟ المرح شيء وبلطيف وودود ده شيء ومهرج ده شيء اخر. فمن جهه القيم تمسك بقيمك ولا تتنازلي يعني. عنها. بس خش جوه نفسك هل السلبيات اللي انا قلتها دي موجوده اللي ممكن تنفر الاخر مني لو لم تكن موجوده استمري وربنا هيبعت في الوقت المناسب الشخص المناسب تمام طيب احنا معانا تليفون الو الو ايوه مساء الخير استاذ الفل اهلا بيك نقبل قبل يا سيدنا اهلا وسهلا حبيبتي انا معايا مشكله انا متجوزه من خمس سنين م. ومعي مشكلة بينه وبين زوجي يعني بس يعني هي واخداها بينه وبين نفسي يعني ايه؟ ايه بينك وبين نفسك؟ يعني انا ما قدرتش اصارحه بيها مش قادرة تصرحي بيها؟ اه اوكي بس بس انا واخداها بيني وبين نفسي يعني مش قادرة اقول له على حاجة يعني الخطأ ف... عنده ولا عندك؟ لا الخطأ عنده هو طيب انت عارفة المشكلة دي مش عايزة تقولي له اه عشان مش عايزة اجرحه يعني طيب قولي بس فهي عامله لي مشكله روحيه ومشكله نفسيه. اه. فانا مش قادره اروح الكنيسه لا اعترف ولا اتناول من شهر 8. من شهر 8 بس طب مش طب. هقدر احكي المشكله على الهوا فانا نتمنى انه سيدنا يكلمني بعد الهوا. <applause> <applause> طب حبيبتي ما, ما عندكيش فرصه تكلمي ابونا في الكنيسه او اب اعترافك؟ ما انا كلمت ابونا وحاول معي فلما قلت له ان انا هتكلم الانبا بولا فراح قال لي خلاص خدي رد الانبا الاول وبعدين قولي ما قلت له أنبابولا حاولي تكلمي امبابولا طبعا <applause> ما سيدنا هي مشكله كبيره صعبه شوي طيب يا بنتي انا هاخد تليفونك وهطلبك في الطريق وانا راجع دلوقتي خلاص شكرا, شكرا لك شكرا يا حبيبتي طيب انا كنت محتاجه اسال سيدنا سؤال بس مش عارفه اتواصل اعرف ازاي ان شريك حياتي صاحب رأي وناضج فكريا مش بيتاثر من كلام اهله وهل الراجل يقلل منه مش بيتاثرش بكلام مين بكلام اهله وهل الراجل يقلل منه لو بيحب ياخد راي اخوه او اهل بيته او يقتنع برايهم لانه ممكن يكون صح فعلا بس مش في كل الحالات بيكون كده وشكرا ليكم وربنا يعوضكم يعني لو الراجل بياخد راي مثلا اخوه او اهل بيته هل هو فعلا كده يكون مسؤول ولا ولا وصاحب راي ولا بيتاثر بكلام اهله؟ بس يا حبيبتي <applause> احنا ناخد راي ذوي الخبره بصفه عامه في المجال اللي بيتميزوا بيه بخبرتهم ده شيء ايجابي انما يبقى المرجعيه لاخويا في كل صغيره وكبيره بما فيها اموري داخل البيت لا <applause> انا دايما بقول امور بيتك ما تطلعش لعيلتك ولازم تتفق معاه على كده ممكن ياخد خبره من اخوه في مجال العمل لان اخوه بيشتغل في المجال ده انما يحكي معاه في مشاكله مع زوجته او اي امور متعلقه باسرار بيته دي هتقلل من مكانته عند زوجته وخطيبته وفي نفس الوقت ربما التوجيه اللي يجيله من اخوه يبقى غير منصف غير مجدي ممكن يؤدي الى مشاكل اسرار البيت دي زي ايه يعني مادياتي دي اسرار اه طبعا اه طبعا امتى يكلم اخوه في الماديات لو هو شريك مع اخوه ودخله قليل وعاوز يزوده عشان متطلبات بيته انما اخوه مش هو اللي هيصرف عليا اقول امور الماديه ليه اصل انا هدخله في الماديات هيدخلوا اصل مراتك بتصرف ايه؟ طب جابت ايه؟ طب مراتك مصرفه؟ لا قلل شويه الصرف قول ما تجيبش وما تخرجش وما تعملش وما تروحش كوافير غير مره في السنه. امم ده حقيقي. هنخش بقى في تفاصيل. صح. ما لا مش منطقي. تمام. طيب آه في رساله بتقول حبيبتي نانسي انا اتجوزت من 13 سنه من اول يوم وزوجي ما حصلش بينا اي علاقه جسديه، اتحملته وصبرت لحد ما عدى اربع سنين. انا بحب الاطفال جدا وكان نفسي ابقى ام فقررت اني اعمل حقن مجهري لان جوزي اتعالج كتير ومفيش اي تحسن حصل وانا كنت بحبه وما رضيتش المهم عملت عمليه الحقن ونجحت بس للاسف ما اخدتش من المركز تقرير اني بكر وغشاء البكاره اتفض اثناء عمليه الحقن ونجحت العمليه وربنا رزقني بكرولوس وجرجس وعمرهم دلوقتي 8 سنين جوزي مشكلته مؤثره عليه مش قادر يتعايش معاها بقى انسان قمه البشاعه بعد ما خلفت ظهر على حقيقته نسي كل اللي عملته عشانه وفي الاخر من تسع شهور اخذ ولادي وسافر بيهم ما اعرفش عنهم حاجه انا بموت لو سمحتي نفسي الأم بابولا ساعدني اخطات خطا جسيم وشاركها في الخطا كل من ايدها في رايها بص يا نانسي أربع سنين بلا قدرة على المعاشرة الزوجية ده الست دي ملاك انها تقدر تعيش معاه لانه موضوع عدم القدره وراها ابعاد تانية كتير عدم القدره وراها عدم الحنو وعدم الحب وعدم العاطفه و بالأخر و... عدم القدره وياها عنف عشان يقول انا راجل عدم القدره وراها شكوك فليت عايش نفسها في الد... في الدايره دي عدم القدره اربع سنين لا مجال للعلاج نهائيا. يعني بعد اربع سنين اكيد في حاجه عضويه كبيره تمنع ان هو يتعالج حين. بعد اربع سنين. فانا بعد اربع سنين الهدف هو الانجاب؟ طب وماذا بعد الانجاب؟ برضو هيعيشوا منفصلين؟ م. ومش بس منفصلين يبدا يبقى, يبقى يسوق يسيء المعامله معاها ودي النتيجه الحتميه والطبيعيه جدا. يعني الكلام اللي اتقال ده ده نتيجه اللي عشان كده بنتي مش عايز بقى ازود تعبك وان انا الومك ليه عملت كده انت باخلاص ليه عملت كده وحبا في الانجاب عملت كده آه الكنيسه تساعدك في انها ترجع لك ولادك ان امكن الكنيسه مين هيرجع لها اولادها ولادها دول عمرهم ايه دلوقتي 8 سنين 8 سنين يبقى هي هي لازالت حاضنه بس لو كان خرج بره مصر هيجيبوهم ازاي؟ مم. فتلجا للكنيسه وان ما كانش تلجا للقانون لانها حاضنه وهو كده هرب بالولاد. تمام يبقى الكنيسه او المحامي بقى يشوف آه اللي طبعا يتصرف ازاي؟ طيب بعتذر يا سيدنا لانه الرساله بتاعت ابونا بخصوص ملف بطلان الجواز ده كان ليه تكمله هو بيسال سؤال ثاني بيقول هل الجواز يمنع من التناول بسبب تغيير المله؟ الى الطائفه الانجيليه للحصول على حكم الطلاق المدني فقط يعني هل التناول ما ينفعش يحصل في الحاله دي؟ لا مف... ملوش علاقه بالتناول ملوش علاقه بالتناول بصي ناسي اذا كانت الكنيسه موافقه من البدايه على ان الشخص ده لو حصل على حكم محكمه بغض النظر عن الاسباب ويخلص محكمه ياخد تصريح لا ننظر الى السبب اللي بيه خد حكم المحكمه، غير مله راح فين ده مش مهم. بس علشان نعمل اجراء قانوني هو بيعمل عوده فبيعمل عوده عن طريق المطرانيه واذا ما كانش في مطرانيه يبقى عن طريق ابونا بيكتب ان انا يعني غيرت مله من اجل الحصول على كذا وعايز ارجع عودتي للك. للكنيسه أوه. مره اخرى ومفيش حاجه طقسيه ومفيش حاجه، الراجل اللي راح كنيسه بروستانت ولا صلى عندهم ولا سمع وعظ طيب مجرد عندهم. اجراء مجرد اجراء ما... ما طيب آه حبيبتي نانسي لو في عريس مناسب وموافقين عليه وفي الاجراءات الرسميه قبل اتمام الخطوبه وفي كشوفات الطبيه وجدنا انه عنده خصوبه بنسبه 50% عنده ضعف جنسي وقله في الرغبه دوالي خصيتين من الدرجه الثالثه ومحتاج عمليه وهو رافض اجراء اي عمليه في المنطقه دي اما بعد اللجوء للحقن اللجوء للحقن المجهري او محاولات الحمل لمده الحمل الطبيعي لمده سنه عمليه ختان نزول وزن حوالي 30 كيلو لانه بسبب لانهم سبب في بعض المشكلات هل نوافق رغم هذه الظروف وممكن تتحل بالعلاجات ولا لا ونرفض رغم انه مناسب وانا فرصي مش كتير في الارتباط هو 37 سنه ونص وانا 28 لسه صغيره قوي. هو مهاجر وده سبب في الاستعج... الاستعجال في اخذ قرار سريع اما بالقبول او الرفض هيرجع بعد سنه او سنه ونص لاتمام الزواج ولو حصل موافقه فهيتم محاوله لعمل عمليه الختان ونزول الوزن فروا فروا انا مش ما... ما كنتش قادره اكمل الرساله <تصفيق> <تصفيق> اهربي اهربي زواج فاشل بكل المقاييس بكل يعني لسه بنتكلم على الاخت اللي عندها 17 سنه ده واضح لسته مشاكل اهي من قبل مم. لا يا بنتي والموضوع مش هيبقى دجل... عكس جنسي بس ده انانيه ومش عاوز يعمل عمليات و... هو عايز واحده تهتم بيه واحتياجاته بغض النظر عن احتياجاته صحيح وفكره الهجره والاستعجال دي الاستعجال كمان... ده كارثي مم. تمام اوعي يا بنتي ما تتجوزيش احسن من غير من انك انت ترتبطي بمثل هذا الانسان انا بقول قرارات حاسمه ما تتجوزيش احسن من ارتباطك بمثل هذا الانسان صحيح آه في واحدة بتقول أنا عندي 33 سنة متجوزة من 8 سنين وباختصار سبب مشاكلنا هي سلبية جوزي وضعف شخصيته ومعاملته السيئة وتدخلات أهله زيادة جدا عن اللزوم لدرجة ما فيش أي درجة من الخصوصية إطلاقا غضبت كتير وكل مرة برجع على وعد بالتغيير لكن للأسف الأمور بتسوء حالان بقالي أربع سنين غضبانة تدخل الاباء عندنا والاسقف بتاعنا لكنه بيتفق ويوافق وبعدها بيتنصل من كل اتفاقاته لانه مش بيقدر ياخد خطوه بدون موافقه الاهل. حاليا بينا قضايا نفقه وطاعه وانا مش عارفه اعمل ايه وعايزه راي يفتك يا سيدنا هل في اي حاجه اقدر اعملها ولا اقعد واسكت وخلاص مش عايزه بعد مرور السنين احس اني سلبيه او اني قصرت في حقي لاني من بدايه المشاكل وكنت بسكت وبستحمل وبعدي فحاليا بلوم نفسي انه يمكن لو خدت موقف حازم من الاول ما كانتش الامور وصلت لكده علما بان طول السنين اللي فاتت بيهددني هو واهله بالطلاق يعني الموضوع في دماغه واحنا ما عندناش اطفال انا كتبت بخص... باختصار شديد لانه التفاصيل كتير وصعبه ومؤلمه انا بس عايز اعرف راي يفتك في موقفي وتفهمني اعمل ايه بس حبيبتي الموضوع بيحكمه امرين طبيعته طبيعة أهله م. يعني مش طبيعته بس أن هو شخصيته ضعيفة قدام أهله لا كمان طبيعة الأهل متسلطة ومسيطرة عليه فحتى لو هي هو بيوعد ولا يفي بيحاول وأنا بقول الطبيعة دائما ما بتتغيرش انه بيحاول إنما في الاخر الاهل متسلطين فمش عارف يخلص من الـ لن يتغير الوضع م. ولا أنصح بالطلاق لهذا السبب وانا نصيحتي ابن ثقته في نفسه وتعيش مع الامر قدر الامكان اسعى الكسب اهله عشان ما ياثروش عليه بالسلب انما اوعى تطلقي للسبب ده اوعى تنتظر انه مية في 100% حاليا جايز مع السن جايز مع الوقت الامور تصلح بنسبه او اخرى طيب في رسالة بتقول بنشكر حضرتك على الحلقات الخاصة بالخطوبة ومشتقاتها لكن عندي سؤال مهم جداً محتاج اجابة سيدنا أنبا بولا هو ان زوجين متجوزين كنسي ومدني وبعد فترة حصلت مشاكل بينهم راح أحد الطرفين للمحكمة واخد حكم طلاق مدني دون أن ياخذ تصريح جواز تاني من الكنيسة ثم توفيت زوجته فأصبح مطلق مدنيا وأرمل كنسيا لما يحب يتجوز هيعمل ايه مطلق زي الدولة ولا أرمل زي الكنيسة اللي بيحكم الأم الأمر هو الناحية القانونية بغض النظر هو هيتعامل ايه قدام الكنيسة القضية مش قضية كنيسة القضية دلوقتي ان هو أمام القانون الراجل ده طلق يعني مراته دي مطلقة صحيح هو ترمل فهنا هي مش محتاجة مجلس اكليريكي يدرس حالتها عشان يديها تصريح من عدمه إذا هي في نظر الكنيسة تتزوج كأرملة مش عايزة تصريح ولكن في نفس في نظر القانون هي مطلقة بمعنى إن كان لها أي حقوق تاخدها بس تمام طيب احنا معانا تليفون ألو ألو مساء النور علي صوتك شوية طبعا كده؟ أيوه مساء النور يا حبيبتي مقبل العياده يا سيدنا اهلا وسهلا حبيبتي انا كنت عايزه اكلمك يا جونا لحظة مشكلتي كبيرة شوية لا 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 بالراحة كلمة كلمة كده بتقولي ايه؟ بتقولي ايه؟ عايزة تكلمي سيدنا عايزة أكلم سيدنا بعيد عن الهوا ومشكلتي كبيرة قوي عايزة أتكلم سيدنا بعيد عن الهوا آه. لأن مشكلتها كبيرة قوي ده كلهم بيتدلعوا عشان آه. يتكلموا <تصفيق> <تصفيق> على كل انا جايب التليفون معايا الثاني في طيب ده حظها العربيه هطلبهم وانا طيب خلاص سيبي نمرتك وسيدنا يتصل بيك هيسالوني في الطريق لا طيب. ربنا يخليك لينا يا سيد شكرا ليك يا حبيبتي من عشامهم في في نيافتك يا سيد حقيقي انا بتجيلي ردود افعال كتير قوي على مدى احتواء نيافتك للمشكلات وخصوصا المشكلات اللي فيها جانب انساني فانا بشكرك جزيل الشكر يا سيدنا على الاهتمام شفت ده شفت في الحالات دي كمان يا ناسي ان في بعد مادي طبعا في ناس غلابه عايزه تطلق ومن حقها تطلق وما فلوس تطلق يعني برضو الكنايس المفروض تهتم بالحالات دي شويه الحقيقه طيب احنا معانا تليفون تاني الو 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 ايوه ايوه فندم سامعني ايوه اهلا بيك اتفضل تمام نقبل يا سيدنا اهلا, أهلا, أهلا حبيبه وسهلا معلش انا اتجوزت من تاريخ 14 11 2021 وعشرين وبعد الجواز بشهر والتاني عملت تحليل حمل مره واثنين وثلاثه ما اي بيريود كانت بتنزل و... وبعد كده واحنا كشفنا بعدها اتضح ان المخزون المبيض كان صفر وما فيش اي دوره بتيجي طبعا طبيعي خالص وما كانش فيه اه يعني ما اي وسيله طبعا حقن مجري ولا اي حاجه مش موجوده يعني بس فروحنا قعدنا كشف عند حد تاني فجالنا نفس الكلام فاحنا رحنا سلمنا المدام لاهلها وانا اتخذت الاجراءات القانونيه ان هي احنا ننفصل يعني رحت المجلس الكليريكي بتاع اسيوط هنا انا من اسيوط ف اتعرضت عليها هم, هم طبعا في دكتوره هنا وفي الاباء الكهنه اه انا سامعاك الو الو طيب واضح ان الاتصال مش موجود طب هو سمعنا اه انا بس عايز اقول له حاجه حبيبي اللي بيتكلم ده طالما ان هي ما فيش دوره شهريه معناه ان ده حاجه هي عارفاها ما قبل الزواج طبعا لسه كنت هسأل. واخفتها عن الخطيب وقت الخطوبه وعن الز... وعن الزوج فهذا بطلان للغش م. انا رايي بدل ما يضيع وقته كتير مع المجالس وده يمشي في الاتجاه ده صحيح بس يلحق نفسه لان دايما اسباب البطلان لازم تبقى في مدى زمني ولكل حاله مداها الزمني وان الشخص انه يقعد ويطول مده طويله كذا سنه دون رفع قضيه بطلان القاضي حق. بيعتبر ان هو تعايش مع الحاله آه. وان هو اختلف معاها لاي سبب اخر وجاي دلوقتي يقول لا بطلع صح طب هو معنا على التليفون حضرتك سمعنا ايوه يا فندم انا طيب سمعت رد أيوة سيدنا سمعت. أيوة, ايوه ايوه انا دلوقتي بعد ما خلصت الحكم القضائي آه. القضاء قال لنا ان هو حول العنه دي ان عدم نزول البريد تحولها لهو فما رضيش رجعت تاني المجلس الإلكتروني قالوا آه لي لا خلاص اعمل استئناف واحنا الجمعيه عملت استئناف بتاريخ 2/11/2022 برضه ايد الحكم الاولاني بس انت عملت تحليل القضيه على اساس ايه؟ ان هي غش غش وتدليل طب اترفضت ليه القضيه؟ هو حولها من عنا حولها عقم. من عنا العضوي اه من قال عنا ما فيش عنا في الموضوع عقم هو حولها لعقم هو حولها لعقم قال ان الرحم طفيلي وصغير فده ما لهوش طلاق كنسي يعني حبيبي هنا بس المحامي مش عارف يدخل في الموضوع المحامي كان لازم يقول الغش لان عدم وجود دوره شهريه سابقه الزوجه تبقى عارفاها وكونها اخفتها يبقى ده غش مش ما موضوع كده يا سيدنا كلمه العقم هشرح لك بس يا حبيبي, حبيبي لك ده القاضي هو اللي حول هشرح لك بس اسمعنا يا حبيبي هنا مشكله محامي مش فاهم العقم فعلا ما يعطيش حق للتطليق بس العقم ده في حاله اكتمال كل الاعضاء ولكن ما فيش قدره على الإنجاب لأي سبب تاني. هنا أمين. بتقول الرحم طفيلي زائد إن فيش دوره ففي أي. أسباب هي عارفاها قبل وإخفتها قبل الزواج. أمين. كل ما أمين. تم إخفاؤه قبل الزواج هو بطلان زواج. ومع ذلك حبيبي أنا هفترض إن أنت دخلت ابتدائي ودخلت استئناف والقضيه ما نفعتش. تمام. إلحق خش تغيير مله بسرعه وخد حكم بالطلاق بالإرادة المنفردة لتغيير الملة و... قبل ما الموضوع ده ينتهي طب يا سيدنا الحاجة دي غالية المحامي الحاجات دي غالية أنا مش عارف أعملها لا ممكن نفت الأب الأسقف يتواصل ما أنا حضرتك معلش أنا, تابع أنا من أسيوط الأوسكوف بتاع أسيوط الأسقف مش تبع المجلس الإسلامي أنا ما بكلمكش بصفتك أنا ما بكلمش يا حبيبي يعني أنا لما واحد من طنطا هيجي لي بصفتي اسقف طنطا هتساعده بصفتك اسقف طنطا ده ابني يحتك... بتاع طنطا هقول له يعمل ايه؟ ملهاش علاقه بمجالس الكليركيه المجالس بره الموضوع دلوقتي المجالس هي للتصريح انما سيدنا يساعدك يوجهك لمكتب معين في الكنيسه في القاهره هو اللي بيقوم بالمهمه دي تمام كده؟ يعني تمام. حاول في السكه دي علشان خاطر تكسب وقت ماشي يا تمام شكرا ليك اشكرك جزيلا يا سيدنا من أشكرك جزيلاً على وجودك معنا النهاردة وعلى الحلقة الحلوة دي وعلى كل التفاصيل اللي أرهقنا يفتك بيها أتمنى تكون سبب إفادة لكل اللي بيتابعونا ولسه بقى هنبتدي معاكم بقى أخيراً هنبتدي معاكم حلقات الزواج بكل ما تحمله من تفاصيل يعني أه بشكر نيافتك على الحلقات السابقه الخاصه بالخطوبه لانه جالي عليها اشاده رهيبه لانه الناس بقت بتجمعها في فايلز كده على على الكمبيوتر وبيبعتوها لبعض والجميل بقى في الموضوع انه ناس من استراليا وناس من امريكا وناس من كندا وناس من افريقيا ناس من حتت كتيره جدا مغتربين عايشين هناك أه خدوا مجموعه الحلقات دي وبيتداولوها ما بينهم وبين بعض انا يعني. بيقابلني دلوقتي بنات جامعه كتير حتى ما باجي هنا امبرويس مبسوطين قوي بالحلقات ونفعتنا جدا واحنا مش محتاجين جلسات مشهوره لما نكتب نقول لا دي حاجه ودي حاجه يعني ربنا يخليك لينا يا سيدنا تعيش وتعلمنا بارك. وبشكرك لوجودك معنا النهاردة نيافة الحبر الجليل أم بابولا مطران وكل توابعها شرفتنا ونورتنا يا سيدنا أشكركم جزيلا على متابعة حلقة النهاردة وعلى مشاركتكم لينا على السوشيال ميديا وفي الحلقة من خلال التليفونات والأسئلة والتعليقات بتمنى أنكم تتابعوا حلقة النهاردة مرة تانية من خلال صفحة أنا وبيتي ومن خلال صفحة ميسات وكمان زمان الحلقة نزلت مقاطع قصيرة لكل اللي بيحب أنه يتفرج على حاجات قصيرة وأشوفكم الأسبوع الجاي يوم السبت. الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة إلى اللقاء